هل اليوم وصل الكوميديا عندنا بالكويت عند البعض أي. إلى مرحلة الإسفاف والتهريج؟ وصلنا هذه المرحلة ولا بعد؟ لا وصلنا وصلنا خير. وصلنا خير. شوف المشكلة في مشكلة دائما مثلا يقولك فلان يهرج تروح مسرحه فل كومبليت بالضبط زين فلان والله مو زين تروح ولا لا حضور في من يشجع ميدان في من يشجعك انت بطل تستمر بالمهزله وتستمر بالهذا لو في ناس تقاطعك ما تستمر ايه. بس هذا الجمهور عيل وين في دور جهات اخرى اذا احنا قاعد نتكلم على بس جمهور في جهات اخرى كرغابه كغيره ممكن تكون حريصه اكثر على شنو قاعد يقدمون في المسرح يعني الرغابه مساكين محسوبيات هذا رفيجي وهذا صديق وهذا زعل ما راح نخلص من هالسالفه هذه والعيب صراحه مو بالممثل انا اقول لك بالجمهور يعني انا عندي رجل الشارع ينتقدني ويطلع اخطائي احسن من اني تجيبني مقابله مثلا وطلع اخطائي اقول هذا مجامله يمكن يجاملني ما يبي يجرحني ما يبي كذا فدائما الجمهور جمهور الشارع فانا دائما اشوفهم الناس زين ويقولون ما يقولون يجرحون بربعنا حيل شنو هالاعمال شنو هالخرابيط السنه قدموها بعد اذبحها ربعنا بالسكين